السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم اليوم. نهار جديد إن شاء الله تكون الأشياء اللي عم نعرضها مفيدة لكم. رح بلش بجدول الأعمال. يمكن اليوم يكون أقل من باقي الأيامات، يمكن ما ياخد معنا نفس التوقيت اللي أخد معنا باقي الورش. اليوم رح نتطرق لمواضيع جديدة، ما بعرف إذا كنتوا استخدمتوها من قبل أو هيدي أول مرة بتسمعوا فيها. إن شاء الله يكون الصوت واضح لإلكم. صوت واضح مسموع؟ أوكي، عظيم. ما أنكم عم ترد علي يعني الصوت واضح. اليوم رح نشوف ما يسمى بدفتر الصف أو الكلاس نوت بوك. رح تقولوا لي كلاس نوت بوك كيف رح استفيد منه أنا كمدرب. رح اليوم نشوف كيفية الاستفادة منه كمدرب. طريقة كتير حلوة رح تساعدكم لمتابعة جميع الأنشطة الفردية للطلاب أو للمتدربين، وكمان رح نشوف كيفية توزيع نشاط فردي وكيفية متابعته، ونخليك أشرفي عنا بحيث إذا حدا طلب مثلا أي فيدباك أي تعليق على المتدربين نقدر نحن دغري نطلع الأدلة إنه هدول كل المتدربين كانوا فعليا معنا وعم يشتغلوا وما كان حدا فقط متفرج. كمان لأنه حسيت في طلب كتير كبير على الوايت بورد يلي موجود بتطبيق مايكروسوفت تيمز، فالبعض منكم استخدمه والبعض منكم عانى إنه أي شخص بقلب الكول ممكن يكتب على هذا الوايت بورد، بالتالي ممكن يؤدي إلى يعني تشويش وما يفي الغرض. مشان هيك أنا اليوم رح أعطيكم أبليكيشن جديدة يلي اسمها مايكروسوفت وايت بورد. هيدي أب تنزل عندكم على الجهاز، وهيدي الابليكيشن كتير رح تساعدكم انه توصل المعلومة اللي انتم بدكم اياها بطريقة مفيدة. رح نبتدي انا وياكم. ان شاء الله ما يعمل معنا مثل ما عمل امبارح. اوكي، فرح نبتدي انا وياكم انه نروح على تطبيق المايكروسوفت تيمز. رح نروح على الفريق اللي قعدناه سابقا اللي كان اسمه لجان التربية البدنية مستوى 2 I guess. اوكي، وهون طبعا الكلاس نوت بوك او دفتر الصف بكون موجود عادة بتبويبة الجنرال، تلقائيا رح يكون موجود عندي. فأنا رح أتوجه على تبويبة الكلاس نوت بوك من هون، ورح بلش أنا وياكم نستعرض كيفية إنشاء هذا الكلاس نوت بوك. أوكي، سو هيدا نرجع بنقول وانتي هو الستودنت، ورح أروح أنا على التيتشر فيو. طبعا إذا المعلمة ما كانت حاطة أو المدرب ما كان محضر الكلاس نوت بوك، الطالب رح يطلع عنده empty أي فاضي. هيدا الكلاس نوت بوك. طيب ليعمل لودينج خلينا نحكي شوي شو يعني كلاس نوت بوك، أو لنقربه مثل ما قربنا امبارح للأشياء اللي بنعملها عادة نحن بغرفة التدريب. أنا عادة بغرفة التدريب ممكن يكون مصورة أوراق عبارة عن نشاط، أو ممكن يكون حتى نشاط وزع أوراق ملونة هيك بس لأعمل حركات. فالكلاس نوت بوك رح يساعدني إنه هيدي الأوراق أول شيء ما أطبعها وبالتالي حافظ على الطبيعة. تاني شيء إنه الدليل يضل معي، يعني مين منا بعد ما خلص ورشة راح جمع هالوراق وخليها عنده؟ ما حدا منا. فبهيدي الطريقة أنا عم بحفظ نسخة أنا كمدرب، وحتى المتدرب رح يحفظ نسخة من هيدي الأوراق أو هيدي الأنشطة. وكمان ممكن استعمله عن طريق انه احط الريسورس يعني المصادر اللي انا عم بعطيها للمتدرب بطريقة تكون سهلة انه يوصل لها. طيب رح نبلش انا وياكم نعمل سيت اب للوان نوت بوك. هون رح يقول لي انه في عندك ثلاثة سبيسز. شو يعني هيدي السبيسز؟ انا في عندي مكان يلي هو كولابوريشن سبيس، اللي هو مساحة تعاونية
بين الطالب والمعلم. يعني الطالب ممكن يكتب كلمة، المعلم ممكن يكتب كلمة، كلياتنا ممكن نكتب at the same time. والحلو انه كمان في عندي شيء اسمه page history، وفي عندي شيء اسمه author ليبين مين كتب فعليا هيدا الشيء. Content Library اللي هي مكتبة المحتوى، وهيدي اللي كنت عم قلكم فينا نحط فيها المصادر، وهيدي بتكون read only فقط. يعني أنا كشو اسمه كطالب ما فيني أعدل عليها، أو كمتدرب ما فيني أعدل عليها، فقط المدرب هو اللي فيه يعدل على هيدي السبيس أو على هيدا المكان. أوكي، آخر نوتبوك أو آخر دفتر هو عبارة عن student notebook، أي دفتر لكل متدرب معنا. هلا هون رح تسألوني هل في limitation؟ إيه نعم، الليمت هو 200، يعني أنا ما فيني أعمل أكثر من 200 طالب يطلع لهم دفاتر. يعني أنا هون على هيدا الفريق إذا ضفت عليه 1000 شخص، أول 200 شخص هن يلي رح يتم إنشاء لهم دفتر student notebook ويكون باسمهم الخاص. سو هيدي طريقة كتير حلوة كمان كرمال نتابع الطلاب، يعني 1 to 1. أوكي، هلأ رح نضغط على كلمة next. هون طبعا رح يطلع لي أجزاء دفتر الطالب. شو يعني أجزاء دفتر الطالب؟ أنا بتذكر وقت رحنا لنعمل تدريب للأخصائيين يلي بالوزارة، شفت ملفات قلت لهم شو هالملفات؟ قالوا لي هاي الملفات نحن بنحضرها للتدريب. أول شيء بنحط الأوراق بالمصادر، يعني بنصور المادة التدريبية، بنحط النشاط الفردي كمان بنحطه، بنحط الدليل، يعني بنحط كتير أمور بقلب هيدا الملف اللي نحن رح نعطيه لكل متدرب، بنسميها حقيبة المتدرب. فهيدي الحقيبة فيني أنا أعمل لها كاستمايزيشن هون. هلأ طبعاً مثل ما أنتم شايفين هي معمل لها كاستمايزيشن على حسب أنه أنا معلم مع طلابي، ولكن أنا إذا أنا مدرب مع المتدربين الخاصين فيي طبعاً ما رح استعمل الكويز، لأنه رح نستفيد من تبويبة الأسايمنت ولا الهومورك. ممكن استخدم مثلاً هون المادة التدريبية سميها، اوكي. والحلو انه ليكو داعم للغه العربيه، بصلح لي الاخطاء الاملائيه، هيدي شغله كثير حلوه. وهون رح سميها نشاط فردي، لانه رح شفنا انه في عندنا كثير انشطه فرديه. ممكن هذا النشاط الفردي يكون عبارة عن رسم، يكون عبارة عن تسجيل صوتي، فهدول الأمور كلياتها ما فينا أعملها أنا بالواجب العادي. يعني أنا بالواجب العادي شفنا وقت عملنا الأساينمنت إنه بقدر أكتب على PDF، بقدر استخدم الوورد، بس مثلا الصوت ما فيني أعمل فيه شيء، يمكن الدروينج ما فيني أعمل كتير، الوورد ممكن سبورتيف بس بدي يكون منزلة الوورد كأبليكيشن. فهلا رح تشوفوا كيف النوت بوك كتير رح تسهل على المتدرب انه يرسم، انه يعبر، لانه في كتير بالتدريب بنطلب منه انه يعبر عن الفكرة برسمة، يعبر عن الفكرة بتشجيد او باي شغلة. فالكلاس نوت بوك رح يساعدنا بهذا النوع من النشاط. وطبعا الغرض اليوم انه تقدروا تنوعوا بادوات النشاط، يعني مثل ما انتم بتاخذوا استراتيجيات التدريس، كمان هيدي مثل ما بنقول استراتيجيات استخدام التكنولوجيا. فاستراتيجيات التدريس رح تكون هي ذاتها، ولكن التنويع بالادوات مثل ما تكون ادوات فيزيكال يعني ملموسة بإيدي مثل قلم، ورقة، تلوين، ستيكر، كل هاي التفاصيل رح تكون عبارة عن أدوات تكنولوجيا، يا أما كلاس نوت بوك، يا أما أساينمنت، وآخر اللقاء كمان يوم رح نحكي عن الوايت بورد. رح أتركه ليعمل سيت أب، ورح أروح لعندكم لأشوف إذا في أي سؤال إلى الآن. الصوت في تردد، واضح، عظيم، واضح، عظيم، واضح، الصوت متكرر. كيف يمكن الوصول للتسجيلات هذه الورش؟ على نفس الرابط، على نفس الرابط الصوت فيه مشكلة؟ بعده إلى الآن الصوت فيه مشكلة؟ الصوت غير واضح، الصوت منه واضح عندكم؟
يا ريت تخبرونا إذا الصوت واضح أو غير واضح. بتصور كان في مشكل بالإنترنت، مشكل بالنتورك، بعد الصوت غير واضح. يا ريت حدا بيكتب لنا إذا الصوت واضح أو غير واضح. أوكي، على كل حال التسجيل المفروض يطلع فيه صوت واضح أوضح بكثير من ما يكون نحن عنا يعني حاليا. طيب، فإذا هيدي هي الكلاس نوت بوك مثل ما انتم شايفين. الحلو بالكلاس نوت بوك انه انا كرمال اعمل هيدا الشيء بالكلاس نوت بوك لوحده خارج تطبيق تيمز كان لازم روح على اد ستودنت وضيفهم طالب طالب، ولكن بما انه صار في عندي توينينج، يعني صار في عندي توأمة بين الكلاس نوت بوك وبين المايكروسوفت تيمز، كل شخص انا بضيفه على المايكروسوفت تيمز تلقائيا رح يطلع له صفحه. كيف صفحه؟ رح نفتح النوت بوك بهذه الطريقه عن طريق الارو. هون رح نشوف السبيسز اللي كنا عم نحكي عنها. كولابوريشن سبيس هو المكان يلي رح يكون في التواصل. Content Library اللي هي مكتبة المحتوى اللي أنا كمعلم فقط عم بحط، وهيدي اللي هي يعني دفتر كل شخص، يعني دفتر الطالب اللي اسمه One Test، ودفتر مثل ما شفنا نشاط فردي مادة تدريبية، ودفتر الطالب اللي اسمه زيد كمان نفس الشيء. هلأ إذا رحنا لعند الطالب، خلينا نسكرها من هون، خلينا نسكرها بس لحظة. إذا رحنا على حساب الطالب وفتحنا الكلاس نوت بوك، خلينا نعمل لها ريفرش، رح نشوف إنه أنا كطالب فقط بشوف دفاتري والأشياء الخاصة فيي والأشياء العامة اللي عم تنبعت لكل الطلاب، بينما ما فيني أشوف زميلي شو عم يشتغل. وهيدي كمان شغلة كتير حلوة مثل ما قلنا كرمال النشاط الفردي. أوكي، هلأ بس تعمل لود رح نفتحها. فإذا كيف نحن بنفتح صفحة النوت بوك؟ نضغط على هيدي الأرو من هون، وبهيدي الطريقة بيفتح معي مثل ما أنتم شايفين، وفيني أنا أتصفح كل السبيسز أو بنسميهم باللغة الإنجليزية سكشن أو بالعربي مقاطع. إذا هون السكشنز أو المقاطع، إذا بدكم يعني نفهمها أكثر، كأنه أنا جايبة مثل ملف صغير وعم بحط بقلبه، عم جمع بقلبه أوراق، وبكون مثلا هيدا في عندي مثلا مثل ملف كتير كبير، وأنا عم بحط داخل هيدا الملف الكبير السكشنز أو المقاطع الصغيرة. فأصلا كمان هي مستعملين هيدي الساين كرمالي يخبرني إنه أنت كل ما تضغطوا على وحدة من هيدول عم تدخلوا على داخل هيدا المقطع. طيب، أوكي، أستاذة علي عم تحكي معي، ما بعرف إذا هل الصوت بعده مش واضح من عندكم؟ اوكي، طيب خلينا نكمل انا وياكم. يمكن تلاقوا انه في زحمه يعني معلومات على قلب هاي الصفحه، كرمال تكون اسهل عليكم عمليه التعامل مع الوان نوت، بتجوا لعند هيدي الايقونه اللي هون وبتضغطوا على اوبن ان براوزر، هيك رح يفتح لكم ان براوزر لوحده. هلا كمان فيكم تضغطوا على اوبن ان اب وتضغطوا وتفتحوها بالابلكيشن يلي هي بتكون نازله ضمن البندل تبع الاوفيس 365. اوكي، بمجرد ما فتحناها هيك رح تصير علينا اسهل، ليكو كيف واضحه كل تفاصيلها لهيدي الصفحه. طيب، الويلكم هي مثلا المقدمه او انا شو بدي احط لهم لهدول المتدربين بالصفحه الاولى. هلا فينا اعملها بطريقه حلوه، خلينا نعملها انا وياكم. فينا نقول مثلا ويلكم تو اونلاين ليرنينج على سبيل المثال، يعني او التعلم عن بعد، خلينا نكتب باللغه العربيه التعلم عن بعد. اوكي، فهيدا هو مثلا محور الورشه تبعيتنا. طيب، هدول كلهم انا ما بيعنوا لي شيء، سو بمجرد ما رح اعمل لهم يعني هايلايت ورح اعمل لهم ديليت كرمال دليت كل هيدي التفاصيل، اي دونت نيد ذيم اول، خلاص. طيب،
شو في نحط بقلب هيدي الصفحة؟ طبعا في نحط بقلب هيدي الصفحة يلي هي المخرجات، يعني أنا مثلا الأهداف، يعني على سبيل المثال أنا هون كنت حطيت لكم جدول الأعمال، ففيني مثل هيدول جدول أعمال أعمل لهم كوبي وحطهم داخل هيدي الصفحة، فهيدا بكون فوق. هو ممكن شوي يكون مزعج لأنه مثل ما أنتم شايفين هو عبارة عن صفحة فاضية خالية، كأنه أنا عندي صفحة وأنا قاعدة عم نسقها وأنا قاعدة عم زبطها. شو صار معنا هون؟ أوكي شكله طبع لي لأنه أنا كنت حطيت الفونت أبيض، فطبع لي كأنه الفونت أبيض. خلينا نغير الكولر تبع الفونت. اوكي طيب، فمثل ما انتم شايفين اخذ نفس الفورماتينج وعملنا لها كوبي بيست. طبعا فينا نختارها نعمل لها سبيسينج مثل ما انا بدي، يعني شوي ممكن التنسيق يكون شوي صعب عليكم. اوكي كما بقولوا بالفرنسي فوالا. فاذا مثل ما انتم شايفين فينا نعملها بهذه الطريقه. طيب هيدا جدول الاعمال، هيدي الصفحه الشخص يلي هو متدرب ما رح يقدر يشوفها، سوري ما رح يقدر يعدل عليها، فقط بيقدر يطلع عليها. طيب هلا شو فيني كمان اعمل؟ على سبيل المثال إن كان عندي مثلا أنا فيديو صغير على هيدي النقطة اللي هي تسجيل الفيديو على موقع الأوفيس 365، ففيني أنا شو أعمل؟ روح على كلمة الكونتنت لايبرري اللي هي مكتبة المحتوى، روح على كلمة يوزنج كونتنت لايبرري، وهون بلش عبيها أنا بالمواضيع، يعني هون بحط أوفيس 365 وبحط لهم مثلا على سبيل المثال خطوات، يعني كيفية مثلا الوصول إلى الأوفيس 365. بكون مثلا عندي على اليوتيوب على سبيل المثال فيديو توضيحي عن هيدي الفكرة، فبحط لهم إياه. هات لنشوف how to download. فأنا عم بعطيكم على سبيل المثال أفكار على التكنولوجيا، أفكار على المادة اللي أنا عم بعملها أنا وياكم، ولكن أنتم طبعاً فيكم تطبقوا بالطريقة يلي أنتم فيها على حسب المادة التدريبية اللي أنتم عم تعطوها. طيب كتير حلو، فإذا أنا الأوفيس 365 حطيت لهم فيديو، فيني أحط لهم الخطوات، يعني كأنه مصادر مساندة إذا بدكم كرمال المراجعة وكرمال تسهيل المراجعة، هيدي كتير حلوة كمان للطلاب على فكرة. طيب هيدي صفحة حطيت فيها أنا هيدا الفيديو، شو بعمل؟ بيجي لعند هيدي الصفحة وبضغط على اسم الصفحة البيج وبقول copy link to this page، شايفينها؟ copy link to this page يعني آخذ رابط من هيدي الصفحة. رح أرجع على الويلكم على الصفحة الرئيسية وعند كلمة مثلا تسجيل الدخول على الأوفيس 365، بيجي بعمل هيك مثل هايبر لينك، يعني بيجي بعمل لها هايلايت بظللها وبضغط هون رايت كليك وبضغط على أيقونة اللينك، سوري بضغط على أيقونة اللينك. تذكروا كيف كنا نعملها بالوورد دوكيومنت؟ نفس الشيء. وهون بحط الرابط يلي هو رابط الصفحة يلي أنا أخذتها ورح أعمل انسرت. اوكي هلا شو صار عندي؟ صار عندي الجدول، إذا مثلا واحد منهم بدهم يراجع كيفية الدخول على موقع أوفيس 365 رح يجي يضغط على هيدي الصفحة، رح تاخده على الصفحة يلي هي داخل الكلاس نوت بوك. بهيدي الطريقة أنا وين عم حطهم؟ بالكونتنت لايبرري. ليش؟ لأنه الكونتنت لايبرري ما حدا فيه يعدل. خليني أفرجيكم كطالب، إذا رحنا على عند الطالب فهيدا هو الطالب، كمان فينا نفتحه للطالب. ما عم بخليني افتحه ان شو اسمه. طيب ليكو تلقائيا، يعني انا ك شو اسمه ما بعرف ليش معلقه كونتنت لايبرري، نرجع على الويلكم. اذا
إذا هي مسكرة الصفحة وضغطت أنا كطالب على الأوفيس 365 فتحت لي الأوفيس 365، هل أنا كطالب فيني أكتب شيء؟ ما عم بقدر أكتب. هيدي طريقة كتير كتير حلوة لإلكم كبداية كرمال تنظيم الورش الخاصة فيكم. طيب هات لنروح نشوف إذا في أي استفسار أي سؤال إلى الآن. واضح، صوت واضح، واضح، عظيم، صوت جيد، واضح الحين، واضح، أوكي أوكي، واضح مع الشكر، أشكركم. الشاشة مغبشة وغير واضح الصوت، أوكي في مشكل. أوكي أستاذة هاني، ممكن يكون الإنترنت عندك يمكن فيه مشكل، ما بعرف. الصوت فيه خرخشة، سوري، بيكون المايك قريب علي. أوكي الشاشة غير واضحة، الصوت تمام، طيب عظيم. اوكي، هل في اي تعليق على الشيء اللي حكيناه الى الان؟ واضح. فاذا انا شو كنت عم بجرب اعمل انا وياكم، كنا عم نجرب انا وياكم نحط جدول الاعمال يلي انا بدي اعملها، يلي انا بدي اشرحها بهيدي الفقره، وين بالويلكم، كرمال دغري بس يفتحوا الويلكم يشوفوا جدول الاعمال يلي رح يتعلموا عليها. وبعمل بالكونتنت، يعني شو يعني بالكونتنت؟ يعني بالمحتوى، بعمل صفحات على حسب الأشياء اللي أنا بدي أعملها، وبعمل هايبر لينك من الصفحة الأساسية. خليني أرجع أعد لكم على سبيل المثال هاي الطريقة. أوكي، هون عندي أنا كلمة إنشاء فريق من نوع صف، رح روح على الكونتنت عند كلمة Office 365، رح أجي على كلمة Page، رح أعمل صفحة جديدة ورح سميها إنشاء إنشاء صف، أوكي؟ وحتى أنا الهمزات على طول بعملهم غلط، مفروض هو يصلح لي إياهم، ما صلح لي إياهم، سوري. أوكي، إجنور فعلا. كمان رح روح على الوورد، سوري، على اليوتيوب، رح شوف على اليوتيوب مثلا create a team. اوكي شوفوا مثلا فيني مثلا على سبيل المثال هيدا رابط للخطوات، فبعمل كوبي بيست لهيدي الخطوات كلياتها وبحطها هونيك، فهيك كمان ممكن تسهل. ففيني اعمل سيلك بعملها بهي الطريقه، وهيك كمان رح نسهل عمليه وصول الشخص لهيدي المعلومات. اوكي رح نعمل لها كوبي ورح نروح على هيدي الصفحه ونعمل لها بيست. بهيدي الطريقه ممكن تكون اسهل للشخص اذا ما بده يحضر فيديو، ففي عنده تنوع انه في عنده خطوات مع صوره. ليكو شو حلوه، ليكو شو سهله. سو انتم اذا المصادر اوريدي جاهزه عندكم فيكم تعملوها بهيدي الطريقه. كمان كيف بدي شو اسمه اعمل لها ربط مع المقدمه، بيجي على اسم الصفحة وبعمل رايت كليك وبضغط على كلمة copy link to this page، يعني باخد رابط هيدي الصفحة. بنرجع على كلمة welcome وبنروح على سبيل المثال على إنشاء فريق من نوع صف، بعمل لها هايبر لينك أو بظللها وبضغط رايت كليك وبيطلع لي اللينك، وهون مرة ثانية كمان بحط رابط هيدي هيدي الصفحة. بهيدي الطريقة أنا مثل كأنه عملت فهرسة لمضمون الكونتنت، مضمون المصادر. كمان بكون عملت طريقة سهلة للطالب إنه بس بده يراجع هيدي الفكرة يضغط ويروح على هيدي الفكرة بالتحديد. أوكي.